أركان الحب شنو ما هما أركان الحب alors أركان الحب premier pilier de l'amour il y a صدق والإخلاص la fidélité et la sincérité c'est très très important زعما إلا ما كانش هاد le pilier في العلاقة الحميمية والعلاقة العاطفية il y a une carence غادي يوقع فيها مشكل دونك الواحد ولا خص لا ضروري يكون صدق بين الزوج والزوجه وتكون لا فيديليتي هاد لا فيديليتي الا ما كانتش راه تتزعزع لا ريلاسيون الصدق والفيديليتي بجوج وي باش الا بغيتو لا وحده بلا اخرى بزاف لا ما كاينش لا لي دو الصدق ولا فيديليتي مثلا الصدق ولا فيديليتي دابا تيضحكوا به غير درت على الاخلاص لا فيديليتي تيضحكوا الواحد مثلا دخل دارو سي امبورطون مي با فين كنتي كنت مع صاحبتي vraiment ça c'est Momo alors là Momo chauffe il a mis ce mec ça va rien faire il a ce mec tu vas passer un mauvais quart d'heure là c'est pas un voilà donc Cédric c'est très important donc Tanien elle a le deuxième pilier le pilier d'iel c'est un barbe chaud d'iel كاينين الناس ما تعرفوش يعبروا تقول لك الناس خصهم يعبروا اون اون بوش بور سيكسبريمي ولا ما تنقدرش نعبر باللسان ديالي نقول لمرتي جو تيم وتبارك الله عليك وانت زوينه ونشوف الحاجه اللي غادي تعجبها باسكو ديما لوسيتوسين لي سيلول الخلايا ديالنا غير تسمعوا كلمه زوينه كلمه طيبه تضحكوا تتواكدوا تنوضوا il sécrète l'hormone du bien-être et de l'attachement elle dit que l'hormone laquelle il tient tout à tient d'où elle tient que le head wash n'a atteint elle n'a pas tabie il y a des gens qui ont l'air femme je t'aime l'ikhlas au cédric c'est pour ça que je vous dis d'arrêter le cédric qui compte fil kalam ou les matières ou les timides ou les matières je sais pas je sais surtout les hommes mais tu goulou je me zèf tu goulou تسمع كل نهار elle ne s'en lasse pas خصها تسمعها دونك واللي ما تيعرفش يعبر بفمو ابا يكتب كاين لي بوستيت عندنا دابا علاش نقول لكم تلاه ديروا دي ميساج جو تيم جو ت جو بونس ا توا تو اي بريسيوز الله يحفظك ليا جو تادور كي قال داك السيد تنموت عليك كما قلتي لها ماشي مشكل عبر بطريقتك كون بصدق فوالا وبطريقتك واخلاص غادي الخلايا تحسوا بها وتقولوا وي سي فري حيت واحد الوقت هذا جو تيم كنبغي كتولي غير عرفتي كيفاش كتولي كتولي بحال تنقيط في شي جمله هي ولكن الا كانت كتولي كتكون مع مراتك ماشي ولا كتهضر معاها با 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 جو تيم لا ولكن لا ماشي هاي شوف مومو ولا وي بون ها واخا شي مطيشه مومو قرعه جو تيم زيد جو تيم مومو شوف مومو مليوحه فهمتي جو تيم لا ولكن شوف متى تكون بصدق كتولي عندها واحد ان بوا امبورطون تحس بها والخلايا ديال شوف الخلايا ما تكذبوش هذيك جو تيم بالاخلاص الخلايا تتحس كاين اللي تيقولها غير بالهضره ما غاديش يحس بها ما غاديش تحس بها بحال الا تتحس بها وهي بصدق ثالثا الفعل اعمال معامله الحب معامله دونك انا قلتها لك ولكن خصك تبين ليا المسؤوليه تبغيني وانا سافا با دونك تنقول لهم ديما رحموا الواحد في لي فاي ديالو ولي بليسيغ ديالو نرحمو نشوفو بالعين الرحمه ماشي حيت زوين هو زوين غير ينوض ويتقلق وهذاك او كونترير اون اون ايكيب بدل ساعه بخرى هذاك الراجل باغي يرتاح نخليه يرتاح هذيك المراه باغيه تمشي للحمام تفوج ما نقولهاش لا ما تمشيش حيت الا غادي تمشي هي تفوج وانت تفوج راه غيترجعوا افيك واحد الطاقه ايجابيه اللي غادي تستافدوا شكون اللي غيستافد منها لو كوبل ولكن الا لا ما ديريش هكا وعلاش تديري هكا ولا علاش تسد عليك كاين الراجل تيدخل بحال دابا تو ترافاي انورميمون تا انفي دو رونتري لو سوار ترانكيل بغيت انا نسد ما تهضري معايا ما نهضر معاك ريسبكتي سو طون ولكن خاص يدير ان كود بين لي كوبل بحال دابا غادي نقول لها شوفي من ندير هذاك لو دغا لو درابو روج راه سافا با خليني نمشي نرتاح درابو بحر هذا فوالا يفو دي كود علو الامطار 7 متر غتنزع عليك هذيك الموجه غادي تدك ديك الدماغ غتقسم لك الدار والله زعما سي سوبر دو ترافي هاد لو بلاطو دو مومو عظيم الموجه غطيح الشكوشه غتبدا المشاكل بدا شكيب دابا الله يحفظك ما عرفتي دابا لوسيتوسين افون دابا صافي هادشي اللي كاين هادو الاركان اللي فريمون امبورطون الا شي حاجه بحال دابا واحد راجل ما تيهضرش ولا مرا ما تيعبرش
واخا تيكون لي زاكت ديالو مزيانين تجي عندي نشاعي تقول لك ها هو راه قلت لها واش لي بيان مزيان مع عائلتك مزيان مع وليدات مع كذا هي كيما تيعبرش دونك تكون اون كارونس il faut يعبر داكور دونك شاك فوا فهاد لي 3 بيلي اللي عطيت الا كاينه غير حاجه خاصه تتكون اون كارونس بحال دابا الا كان راجل هو تيقول لها جو تيم جو تيم جو تيم وماشي ولا اون بروف pas de preuve ou machi c'est ou là ou là infidèle yalla tu es infidèle mais tu te brignes علاش tu vois donc هادشي c'est pas facile راه هذا هو الاركان الاركان c'est des piliers عاد من بعد تيجيو les piliers secondaires qui sont aussi importants le respect parce que mieux غادي تكون une équipe ou غادي تكون العلاقه فيها الصدق والاخلاص وفيها تنعبر بالشعور ديالي وبالفعل bien sûr غادي يكون le respect ou le respect c'est quoi souvent le respect c'est que tu t'harmoni mais يقوليش كلمه لا يقدر يتقلق ولا متقلق c'est pas grave داك الشيء راه حتى الواحد في لو كوبل تي بحال الكره تنقول لهم c'est une équipe ولكن المشكل le respect c'est matin je vais pas te changer ما غاديش نبدلك وبزاف ديال حنا في لي كوب تيجي تقول لك لا بغيتو يتبدل بغيتو تبدل alors غادي نعطي واحد ليكزامبل نعطي souvent un peu je m'excuse c'est fait واحد تيبغي تيقول لك بغيت ان كانيش تمشي تشري الكانيش تجيب الكانيش للدار يبدا يقول لي ميول كيفاش ان كانيش ان شيان فا ميولي انت مي باغي تبدلي لا بيرسون وبغيتيها تكون بحال اللي بغيتي انت ولا اللي بغيتي انت ايوا جيب هذيك لا بيرسون من الاول خذوها من الاول انت مي خديتي هاد السيده ولا خديتي هاد السيد بحال هكا علاش بغيتي ما تبدليش هادشي خطير كتقول لها ماريا هادشي خطير هذا دابا كتقارني الراجل بالكانيش او لا لا Voilà, exactement. Ça, c'est une image. واخا انا عرفت سينما عرفت